بسم الله الرحمن الرحيم. علشان نقدر نحط صورة أو توقيع بالمنابر، راح نلقى هني أول شيء نروح على لوحة التحكم. إذا ضغطنا هني على لوحة التحكم راح يفتح لنا الشاشة هذه. من الاختيارات هني راح نلقى ممكن نضيف توقيع، نضغط هني على التوقيع. هني نقدر نعدل التوقيع ونعمل حفظ التوقيع الشخصي. وفي طريقة الصورة نفس الطريقة، تعديل الصورة الرمزية. هني تعديل الصورة الرمزية، هني لو نلاحظ الحين عندنا الصورة، نقدر نضغط هني على براوز ونجيب الصورة. بس أهم شيء إنه يكون الصورة مثلا بالفوتوشوب يكون حجم الصورة أفضل، إنها تكون إذا رحنا على image size نلقاها 100 بكسل في 100 بكسل. هذه الصورة يعني بهالطريقة. هني نفس الشيء نجيب الصورة ونقول له حفظ التغييرات. مجرد ما نقول له حفظ التغييرات خلاص راح يحفظ الصورة الرمزية، تطلع عندنا بال جنب الاسم. مثل ما شايفين هني طلع والتوقيع هذا.